السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد في مطبخ ليلى كمير. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. عندنا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم نقدم لكم واحد الوصفه للعشاء بسيطه وسهله، هي غراتان ببطاطا وشامبينيون، كتجي رائعه 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 بزاف، وخصوصا انها سهله بزاف. غادي قبل ما نشوفوا طبيعه الحال المقادير، غادي نخليكم مع ضيفه كما العاده اللي هي قناه كوثر ام جنات، قناه متنوعه فيها فيديوهات مشكله بطياب وتجميل. كنتمنى انكم تدعموها، وغتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. وشكرا لكم على دعم القنوات، وغنخليكم مع المقادير. ندوزوا للطريق. اذا اول حاجه كناخذ البطاطا وكنديرها في ورق الطهي، كنقطعها هكا دوائر. انا كتعجبني البطاطا بالقشور ديالها، فغادي نديرها بالقشور ديالها. الا بغيتو تنقيوها نقيوها. وهنا خديت البطاطا الصغيره، من بعد غادي نضيف ليها الفلفل الحار، شويه الابزار، شوية الملحة، شوية ديال زيت الزيتون، وشوية ديال الثومة. غنخلط هادشي مزيان، وغادي نضيف ليه شويه المعدنوس. غنجمع ورق الطهي وغندخلو الفران على درجه حراره 200 لمده ديال نص ساعه، تكون طابت فيها البطاطا تماما. وغادي ندوزو نصايبو بصيله. غادي ناخذ مقله او كاسرول، وغادي ندير فيها شويه الزيت بلديه، غادي ندير فيها واحد البصله مقطعه رقيقه، نشحرها مزيان، من بعد ما كتذبل وكتبدا تحمر غادي نضيف ليها الفطر، ونزيد نشحرها مزيان، غادي نضيف ليها الابزار والملحة، السودانية ايضا، وغادي نشحر عاوتاني مزيان حتى كينسجموا مزيان. وغادي نرجع نصايب لا كريم. غادي ناخذ غير بيضه. طبيعه الحال هاد المقادير كلها كتقدروا تضاعفوها على حسب عدد الافراد. غادي ناخذ كاس ديال الكريمه ديال الطياب، الجبن، مليحه، ابزار، فلفل حار، غنخلط هادشي مزيان، وغادي نضيف ليهم، غادي نخرجوا البطاطا
من الفران كما كتشوفوها هي طيبة. نكبها في واحد البول، غادي نضيف ليها الخليط اللي صايبت ديال البصل والشامبينيون، نخلطهم مزيان، وغادي نضيف ليهم المعدنوس تقريبا نص قبطة مقطع. غادي ناخد لي بول ديال او لي مول اللي غندير عفوا الكغاتان، وغادي نبدا نحط فيهم البطاطا، الخليط ديال البطاطا كيما هكا. وغادي نضيف كمية من الكريمة من الفوق، غادي نصايب لي بول بجوج وندخلهم الفران على درجة حرارة 180، نخليهم تقريبا من ربع حتى لثلث ساعة حتى كيكونوا الكريمة طابت وبدات كتحمر، وكنقدموها بالصحة والراحة. الطبق ها هو من بعد ما خرج من الفران. بالصحة والراحة، الوصفة بسيطة سهلة وفي نفس الوقت لذيذة بزاف. أتمنى أنها تعجبكم، ونخليكم مع مجموعة ديال الصور، ونقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة. مع السلامة.